تفسير لو سمحت. الحكومة في ولايتها في العام 2017 لم تفعل أكثر شيئا أكثر من أن تكون تلميذا نجيبا لإملاءات صندوق النقد الدولي والتنصل من القطاعات الاجتماعية ومن تحملات صندوق المقاصة والسير على نحو الانسحاب من القطاعات الاجتماعية. تفضل. أولا الحكومة حكومة في الميدان. في زاغورة كانت زيارات مكثفة وتم حل المشكل المياه وتم إطلاق المشاريع المرتبطة بالسدود وفي الريف تم حل المشاكل اليوم وفد وزاري سيرباح الآن في جرادة يقود وفد وهنالك حل للمشاكل وإنصات للساكنة. في الحسيمة تم إطلاق المشاريع التي كانت مبرمجة يجب إطلاق سراح المعتقلين. هذه الحكومة موجودة في الميدان، كانت زيارات لجهة الراشدية، زيارة لجهة بن ملال، هنالك الآن زيارة لفاس مقررة قريبا. بمعنى هذه الحكومة تشتغل في الميدان، تقوم بالنزول، تتحاور، تنصت، تطلق حلول وتعالج المشاكل على الأرض، لأن هذه حكومة الإنصات. لأول مرة سيتم تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية الذي يعالج إشكالية الصحة والتعليم والطرق والماء والكهرباء، وهذه إجراءات على الأرض. جرادة 12 مليار درهم، ثلاث محطات كهربائية الدولة تستورد الفحم لها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل هناك، وهنالك الآن مشروع محطة كهربائية رابعة وخامسة من أجل حل معضلات التشغيل في إقليم جرادة. لكن عذرا سيد الوزير لقائل أن يقول لو سمحت لي في الميدان. لو سمحت لي معالي الوزير لقائل أن يقول بأن الحكومة ربما تتحول في بعض المواقف إلى نقول رجل الإطفاء الذي يسارع إلى إطفاء الأزمات حينما تشتعل ولا تستبق هذه الأزمات بسياسة تنموية. الجواب بسيط. ماذا قلت؟ قلت ذهبنا إلى جهة بني ملال، جهة الراشدية، ثم جهة فاس. هذه مناطق لم تعرف احتجاجات كجهات، ولكن كمدن هنالك زاغورة ذهبنا إليها، جرادة أيضا. بمعنى نشتغل بمنطق الفعل ولكن أيضا بمنطق الإنصات. عندما يقع احتجاج، عندما تقع مطالب مشروعة وعادلة، ننصت إليها ونعمل على معالجة قضاياها.